احنا مكملين فعلا، وهننتقد دلوقتي خبر بجد حاجه كانت محترمه جدا جدا جدا. يمكن هنتكلم ونعيد تاني، نقول نجومنا المصريين رافعين راسنا، وامبارح لسه كنا بنتكلم عن بيج رامي يا كريم. النهارده هنتكلم عن شخصيه تانية، وهو محمد صلاح اللي تلقى دعوه من الامير البريطاني ويليام، وهو يعني طبعا مع عدد كبير من المشاهير، وهو رمز هناك على فكره مش قليل. محمد صلاح هناك مش بس عندنا في مصر او في الوطن العربي، لا هو حتى هناك في انجلترا وفي العالم كله حاجه، يعني شخصيه فعلا فعلا محترمه. دعوه لحضور حفل جائزه ايرث شوت الاولى من نوعها، ده هيكون يوم 17 اكتوبر في لندن، وهيقام الحفل هناك لتوزيع بعض الجوائز، من بينها جائزه ايرث شوت، وهي جائزه يعني عباره عن ايه، هي جائزه بيئيه عالميه للتعامل مع تغيير المناخ، يمكن اتكلمنا عنه كتير قوي انا وكريم في 10 الصبح، وكمان مفروض تقديم حلول مبتكره لاصلاح الكوكب. هيتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية، ده من بين أكتر من 750 ترشيح من جميع أنحاء العالم، وبعد كده هيتم إعلان أو الإعلان عن خمس فائزين في يوم 17 اللي هو يوم الحفلة، وهيحصل كل منهم على 1,000,000 جنيه استرليني، ودعم كمان مخصص لتوسيع نطاق حلولهم البيئية. من بين برضو النجوم اللي تمت دعوتهم، يعني عايزة أقول لحضراتكم إيما واتسون وكذا كذا اسم من النجوم البريطانيين المحبوبين جدا هناك. محمد صلاح هنقول تاني، يعني هو لاعب كرة قدم، بس هو لاعب كرة قدم الوحيد المدعو لهذا الحفل، فحاجة أعتقد كمان محترمة وملهمة للشباب. وزي ما كنت بقول لحضراتكم، هو شخصية محبوبة جدا ونايلة احترام الجميع في تحديدا انجلترا، فحاجة أكيد حلوة. دايما مشرفنا ومصيطنا مو صلاح، وطبعا يعني معدي بقى هو كل مراحل النجومية أكيد في انجلترا.